السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم موتو ديزاد، متخصصة في الدراجات النارية المستعملة في الجزائر لموتو سكوتر. في هذا الفيديو تاع اليوم وكما العادة جبنا لكم مجموعة من الدراجات النارية بأسعار مختلفة مناسبة للزوالي ولمحبي الفخامة. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم ضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا كل جديد. وبدون نطال عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه المطبات اللي معنا في هذا الفيديو، فتابعونا. الموتو رقم واحد على راس قائمتي هي في ام اس دريفر اني 2021. محرك هذا الموتو ايسونس، لابود فيتاس اوتوماتيك، لا كولور بلو غولواز، والدرجة النارية ماشية 4 كيلومتر، يعني هذا الموتو جديدة. صاحب درجة نارية من عين تيموشنت، وسعر الفي ام اس دريفر هو 28 مليون بري فيكسين. الموتو نقية وافيك كارت غريز. الموتو رقم 2 بيجو سبيد فايت 4 56 سي، يعني 2017. محرك هذا الموتو ايسونس، لابود فيتاس اوتوماتيك، لا كولور نوار، والدرجة النارية ماشية 10900 كيلومتر. صاحب الموطومبيل خادم ولاية الجزائر العاصمة، وسعر البيجو سبيد فايت 4 50 سي هو 17 مليون بري نيغوسيابل. أي بإمكانكم تجيبو هاد الدرجة النارية بسعر أقل. الموطو نقية وفي حالة جيدة. الموتو رقم 3 سيم اس ار سيمفوني 150 اني 2020. محرك هذا الموتو ايسونس، لابود فيتاس مانويل، لا كولور بلو سيال، والدرجة النارية ماشية 1300 كيلومتر. صاحب الموتو من ولاية سيبازا، وسعر السيم اس ار سيمفوني 150 هو 34.5 مليون بري نيغوسيابل. اي بإمكانكم تجيبو هاد الدرجة النارية بسعر اقل. صاحب الموتو ما يبرش. الدرجة النارية فيها الالارم دوكلي ودوكوموند، والموتو في حالة جيدة. الموتو رقم 4 ليفان كابيتي اني 2020. محرك هذا ليفان ايسونس، لابود فيتاس مانويل، لا كولور غري شومباين، والدرجة النارية ماشية 4500 كيلومتر. صاحب الموطو بيرتوتا ولاية الجزائر العاصمة، وسعر ليفان كابيتي هو 40 مليون بري فيكسين. محرك الدراجة النارية في حالة جيدة، وهاد ليفان نقية. الموطو رقم 5 في ام اس جوكي يعني 2020. محرك هذا الموتو ايسونس، لابود فيتاس اوتوماتيك، لا كولور مارو شوكولا، والدرجة النارية ماشية 5000 كيلومتر. صاحب الموتو من رويبة ولاية الجزائر العاصمة، وسعر الفي ام اس جوكي هو 15 مليون بري نيغوسيابل. اي بإمكانكم تجيبو هاد الدرجة النارية بسعر اقل. هاد الفي ام اس نقية وفي حالة جيدة. الموتو رقم 6 اش بي باور 125 يعني 2017. محرك هذا الموتو ايسونس، لابود فيتاس اوتوماتيك، لا كولور نوار، والدرجة النارية ماشية 6300 كيلومتر. صاحب الموتو من ارزيو ولاية وهران، وسعر هذا الاش بي باور 125 هو 18 مليون بري نيغوسيابل. اي بإمكانكم تجيبو هذا الموتو بمبلغ اقل. المحرك في حالة جيدة، وهذه الدرجة النارية نظيفة. الموتور رقم 7 سيم اس ار اني 2021. محرك السيم ايسونس، لابود فيتاس اوتوماتيك، لا كولور بلون، وهذه الدرجة النارية ماشية 12000 كيلومتر. صاحب الموتور من ولاية بازا، وسعر هذا السيم اس ار هو 32 مليون بري نيغوسيابل. اي بإمكانكم تجيبو هاد الدراجة النارية بسعر اقل.
المحرك في حالة جيدة، وهذا السيم اس ار نضيفها. الموتور رقم 8 سيم سيمفوني اس سنه 2020، محرك على السيم ايسونس، لابورت فيتاس اوتوماتيك، لا كولور غري مانيتوبا، وهذه الدرجه الناريه ماشي 4483 كيلومتر. صاحب الموتور من ولايه وهران، وسعر هذا السيم سيمفوني اس هو 36 مليون بري نيغوسيابل. اي بامكانكم تجيبوا هذه الدرجه الناريه بسعر اقل. الموتور نقيه وفي حاله جيده. ايضا كنا كملنا معكم كاع الدراجات الناريه المستعمله اللي معنا في هذا الفيديو نهار اليوم. في الاخير ما تنساو ديروا جيم للفيديو، ديروا بارتاج. ارقام الهواتف تاع صحاب المطوات تجدوها دائما مرفقه في صندوق الوصف موجود اسفل الفيديو. ما عليكم سوى بالضغط على عرض المزيد او على عنوان الفيديو، وتظهر امامكم صندوق الوصف في ارقام الهواتف. والى الملتقى ان شاء الله في فيديوهات اخرى حول الدراجات الناريه المستعمله في السوق الجزائريه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.